وللمزيد حول أعمال المؤتمر ينضم إلينا من الرياض زميل بسام البدوي مراسل تلفزيون البحرين. بسام، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار؟ أجل، أحييكم وأحيي السادة المشاهدين من بوابة المستقبل من مركز المؤتمرات هنا في فندق الريتز كارلتون في العاصمة السعودية الرياض، من مؤتمر صندوق الاستثمارات العامة مبادرة الاستثمار أو مستقبل الاستثمار. نحن في اليوم الثاني من المؤتمر. اليوم الأول شهد العديد من الجلسات وشهد عديد من ورش العمل، وكذلك أيضا شهد العديد من توقيع اتفاقيات الاستثمارية حيث بلغت 50 مليار دولار. كذلك أيضا يركز هذا المؤتمر على 3 محاور رئيسة، وهي الاستثمار في التحول والتقنية كمصدر للفرص وتطوير القدرات البشرية. كذلك أيضا يشارك في المؤتمر وفد بحريني رفيع المستوى، ويترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتأتي المشاركة البحرينية حرصا على تعزيز جميع أوجه التعاون بين البلدين، ولبحث أيضا فرص الاستثمار كذلك بين البلدين الشقيقين. كذلك أيضا سيشهد اليوم إلى جانب العديد من الجلسات النقاشية، هناك جلسة استثنائية سيشارك فيها بالطبع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة. كذلك سيشارك فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق الاستثمارات العامة. وستدور هذه الجلسة النقاشية حول الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية. يترقب الجميع هذه الجلسة بلا شك، وكذلك أيضا ستسبقها العديد من الجلسات المهمة والتي ستنصب محاورها في المواضيع الأساسية لهذا المؤتمر. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة زملائي الأعزاء، وسوف نوافيكم بمستجدات هذا المؤتمر الهام والذي يأتي في الوقت الذي تشهد فيه السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار. كذلك أيضا سنوافيكم بالتأكيد بآخر مستجدات الجلسة النقاشية الاستثنائية والتي سيشارك فيها بالطبع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة، إليكم. من الرياض الزميل بسام البدوي مراسل تلفزيون البحرين، شكرا جزيلا لك.